الأسئلة من الجمهور هو اللي بيسألك على الشاشة السؤال والإجابة تكون عندك مباشرة من الاستوديو. السؤال الأول، مسيسة الجرج والصوف هو يصفونها بسلطان الطرب، يعني هذا صحيح ولا لا؟ يصفونك بسلطان الطرب، هل أنت متفق مع هذه التسمية؟ اللي سموني أنا ما استشاروني لسموني، بس إن شاء الله أكون أهل لهالاسم، إن شاء الله أقدر بيض وشي اللي سميني هالاسم. نعم، السؤال الموالي، بعد نجاح أغنية سلامتك بدالة تصعب تاخذ ألحان عند كاظم الساهر ولا؟ شرف عظيم غني لكاظم الساهر حبيب قلبي وخي الفنان العظيم، وإن شاء الله في مشروع لحن جديد هلا. هو في مشروع أعلن عنه السبت الماضي إن شاء الله، لحن خلو وكلمات نزار خرباني. نعم، نمر للسؤال الثالث، شكون الأصدقاء المقربين لي في الفن؟ من هم أصدقائك؟ كلهم أصدقاء. لا، المقربين في الفن؟ نعم، كلهم حبايب أصدقاء، كل واحد في عمله، يعني ما فيش أصدقاء مقربين. ما عندكش علاقات؟ الصديق لازم على طول يتواجد مع صديقه. عندي علاقات طيبة مع الكل، لكن كفنانين مداومين في العلاقة معك؟ لا، ما فيش، كل واحد عامل شغله. نعم، مش فاضي طبعا. سؤال لمولي، ما تراش اللي انت شهرت كاظم الساهر في تونس وقت اللي غنيت له اغنية سلمتك بدلة؟ فهمت السؤال؟ لا مش هيك، لا، كل فنان هو اللي بيشهر حاله، هو اعماله يلي بتشهره واعماله اللي بتقدمه للناس وبتقربه بالناس. نعم، السؤال الخامس، ما عليك اغاني تونسية بلي فمش ما مش تعمل اغاني اخرى تونسية ولا؟ يعني يسألك هل في برنامجك انك تغني؟ ان شاء الله، البارح طلعت فكرة انا واخينا نجيب من مستمع بالاذاعة. نعم، واتفقنا انه نجي من لاي اغنية تونسية قديمة حلوة وغنيها ان شاء الله، ومن المنتظر انه يغني الهادي جويني ان شاء الله. نعم، السؤال قبل الاخير لجورج وسوف، جورج وسوف هل اخترت الزواج في سن مبكر او فرضوا عليك؟ الزواج، لا، الزواج في سن مبكر كان شيء مليح لي. هلا كبرت، ولادي صاروا قدي، ابني الكبير صار عمره 12 سنه تبارك الله، وشيء لابد منه هذا الزواج، وانا سعيد بحياتي. قديش عندك؟ 7 اولاد انت؟ عندي 3 وشباب. السؤال الاخير الموجه لصديقنا العزيز جورج الصوف، جورج وسوف علاش ما تغنيش للأطفال؟ حلو ياسر، لماذا لا تغني أغنية للأطفال؟ والله العظيم لو أنه الأطفال حاضرين أغنيك الآن. خلاص حغني للأطفال عشان خاطر اللي بيسألني. وعد وعد، تحية لي. أنت مش عارف عشان ما أكونش كذاب إن شاء الله. مش قدم لك الآن مجموعة